لاجئ يعقوب أحمد عودة من مواليد لفتة 1940 بلدتنا المهجرة من 48. لفتة هي قرية أصلاً من 534 قرية اللي دمرها الاحتلال. النكبة ما كانت يعني هدم بيت، النكبة كانت تدمير حياة. بعد ساعة احنا كنا في البير، وين؟ تحت شجر. تصوري بعد ساعة كنا ملوك في بلدنا، كل شي بدنا اياه موجود من ارضنا ومن حيواناتنا. بعد ساعة صرنا لاجئين، يعني احنا ما اخذنا شي معنا، بس طلعنا بأوعينا هيك. ليش؟ بدنا نعود، ولا اليوم احنا بدنا نعود. انا اول مره باجي على لفتة، هو اجى قبلها بمره، بس انا قلت اني اجي معاه هاي المره عشان انه يعني اشوف القريه ومن هالحكي انه بما انها هي بدايتنا يعني. ومن هون انطلقت مبادرتنا طبعا باسم هذه فلسطين. بلشنا كل مبادرتنا ورحلتنا بتوثيق فلسطين وقرى فلسطين من قريه لفتة. كان الفيديو رقم واحد، واليوم انتجنا اكثر من 105 فيديوهات على صفحتنا على الفيسبوك، على الانستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي. وبس هذا هو. فقلنا انه نرجع اليوم نشوف من وين انطلقت المبادرة، لحتى تكون مثلا ذكرى تصادف يوم النكبة مع فيديوهات تانية رح ننتجها تطلع بيوم النكبة. احنا اكثر مهتمين في ارشفة التراث المعماري، ارشفة اللي هي ثلاثية الابعاد. فإحنا يعني مع كل طاقاتنا الشخصية بننزل على حساب وقتنا، ومهتمين أكثر في إنه هذا التراث اللي هو بالنسبة إلنا يمثل يعني جزء من هويتنا، وإذا فقدناه فإحنا يعني بنفقد أهم شكل من أشكال الهوية تاعتنا. فإحنا الهدف تبعنا إن أرشف كل هذا التراث، إن كان كرة مهجرة، إن كان مساجد، إن كان كنائس، نوثقه بشكل الثلاثي الأبعاد، وبعدها نعمل عليها الأبحاث، عدة أبحاث، إن كانت أبحاث اللي هي أبحاث سياسية، أبحاث معمارية، وأبحاث اجتماعية عن البلد، عشان يكون عندنا داتا ومعلومات كافية عن هذا التراث. حتى أولادنا بيجوا بكتبوا أساميهم على الصبر، يعني نحن هنا، هذه بتنتظر، لفتة تنتظر زي ما فلسطين وقراها ومدنها تنتظر أن نعود. والعودة حق لنا، ما في عودة عن هذا الحق إطلاقاً.